ايش امشي حد من ثقر علينا اشوال شلما الخلخون إيفانجيليون قادي شد موراني يشو أمشي حوك ورزو ثمحيوني ثمن يوحانون شليحو مخرزون ود مخرز حي وفرقون العلموم زبنا خيل دم دبانو ثد موران والوانو فرقو ديلان يشو امشيحو ملثت حي على دد باسر من فلتو قادشتو مريم هو لندن هو خانو هواي هاي منينا وشرورو وشرورو كومان انخوها وتشو معي ملثيد يوم هيمن باود مشادر ليلي كتلي حايد العالم الدينونة والحكم لكوثي الانقيل مموت لحايب شورو شورو كومن اخويو كيت شعثت كيت يوعدو ينقد شمي يميثي وبرو قولو دوبرو دالوهو الشاموع قد حوين الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدين لومي دمرو تماثيك دثيو شعثو إن قديبا هاند كتني بقوري كلك شمعي وقولي يد وبرضالوه قد نفقي هاني تسمي طووثو لقيمتو دحاية وانا تسمي بيشوثو لقيمتو دي دينوني ودو حكم شينو وشلوم الخلخون كوني كان يا حبيب إليك أيها الرب الإله نلتجئ ومنك نطلب من أجلي نفسي خادمك المثلث الرحمات المفريان مرباس اليوستوم الأول الذي بأمرك انتقلت نفسه من هذه الحياة لكي ينجو من مسكة الأشرار والشياطين المتمردة والتي تصطاد أنفس البشر في الهواء وأن تصل إلى منازل الحياة وبدينة القديسين أيها الأب والابن والروح القدس إلى الأبد من أجل راحة نفس المثلث الرحمات من باسيليوس توم الأول وراحة أنفس جميع الموتى المؤمنين خاصة اللي ذكرناهم على مذبح الرب نصلي مع بعضنا الصلاة الربانية أبون بشماي ونفقادش موك تيثة ملكوت أي كانت يومون وشبقلان حوبين وحطوهين أي كان ودوف حنان شباق الحي وبين لوتا صلي مع بعضنا صلاة الاعتراف حتى المستعدين للتناول يتناولوا أنا أعترف طو يكون بشمو دابو ودبرو ودروحو قاديشو الحايد العلماء علمين آمين عملوا بها الكنيسة لأكثر من 70 سنة ككاهن وكمطران وكمفريان كاثوليكوس مفريانا في الهند مثلث الرحمات مار باسيليوس توما الأول مفريان يعني هو رئيس الكنيسة بالهند هو البطرك يرسمه لكن هو يتقدم على المطارنة هو يرأس المطارنة يرأس المجمع المقدس بالهند وهو يكون رئيس الكنيسة تابع للبطركية
أربع سيلس توماس الأول توفى من 3 أيام، وبارحة كانت دفنته بالهند. مع الأسف ما قدرنا نروح بسبب أسباب كثيرة، من الحروب الموجودة بالمنطقة وإغلاق المطارات، ومنها مواضيع الفيزا وغيرها. لكن إن شاء الله بأقرب فرصة، وعلى الأغلب بالأربعين راح نروح نزور ونكون مع أبناء الكنيسة بالهند، اللي هن أبناء محبين ومخلصين للكنيسة ومؤمنين ومتمسكين جدا بعلاقتهم مع الكرسي البطريركي ومع آباء الكنيسة هنا. صلينا ومنصلي من أجل نياحة المثلث الرحمات مار باسيليوس توما الأول، ونطلب صلاته وشفاعته من أجلكم جميعا. ربنا يرحم أمواتكم جميعا بصلوات المثلث الرحمات، وربنا رح يهتم بكنيسته مثل ما دائما، كل ما راح راعي، كل ما راح مسؤول، ربنا بيختار هو شخص آخر حتى يكون مكانه، حتى يكمل خدمة وقيادة الكنيسة. ونحن بنصلي من أجل هالشهادة، ونطلب من ربنا يرحم أمواتكم جميعا. وبمناسبة الأحد الأول من السنة الجديدة نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير. صلاة أمنا العذراء والرسل والقديسين تكون معكم دائما وأبدا. آمين.